رمضان كريم علينا وعليكم، واهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج تنور الحدباء. طبقنا هذا اليوم طبق حسين الشيخ ومكونات الطبق. مكونات الطبق: ربع كيلو حبل ظهر مع ربع كيلو جزر مع نص كيلو باذنجان مع تمن برياني، والبهارات ملعقة فلفل أسود، ملعقة كزبرة، ونص غلاس زيت مع رشة ملح مع العجين. هسه نبدي بتحضير الطبق. نبدي بالأسود، يكون في هاي الطريقة. نبدي بالجزر، يكون التقطيع في هذه الطريقة. نقوم بتقطيع الجزر في هذه الطريقة. بعد ما قطعنا الجزر والباذنجان نبدأ بتقطيع الحبل الظهر في هذا الشكل، تكون مكعبات. هسه خلصنا من عملية التقطيع مع التكة اللي هي تتكون من حبل الظهر. هسه نبدأ في عملية التحويل. طبعا اخترنا هذا اللحم لأنه هش وسريع الاستواء وأنه نوعية جيدة وراقية. أعزائي المشاهدين، سوف نقوم بتحضير الطبق. مثل ما قلنا أعزائي المشاهدين، كوب من الزيت. بعد ما قمنا بعملية تسخين الزيت نبدأ بعملية قلي لحم حبل الظهر اللي هو من أجود وأحسن اللحوم في الموصل. نقوم بقلي اللحم في هذه الطريقة.
نبدأ بعملية تحضير البهارات. نأخذ ملعقة كزبرة، نصف ملعقة فلفل أسود، والملح حسب الرغبة. بعد ما قمنا بتحضير البهارات نقلبهم في هذه الطريقة. بعد ما أضفنا البهارات نقوم بتقليب اللحم بهذه الطريقة. نعطيه وقت ربع ساعة إلى ثلاث أرباع ساعة بحيث ما يصير هش. سنتركه في مدة ربع ساعة ونبدأ بعمل العجين. أعزائي المشاهدين، خلي عليه شوية طحين حتى ما يلزق على. وندوسه بهذه الطريقة. تكون العجينة في هذا الشكل. نرجع إلى اللحم. أعزائي المشاهدين، هسه اللحم كمل. تحميص في هذا الشكل. بعد ما قمنا بقلي اللحم في هذه الطريقة نبدأ بعملية التحويل.
هسه نبدا بقلي الباذنجان. انتظروا حتى يسخن الزيت. نقوم بقلي الباذنجان. ننتظر قليلا لحتى تحميص الباذنجان. طبعا هذا الطبق من اطيب والذ الاطباق الموصلية. نقوم بتقليب الباذنجان. نتمنى من ربات البيوت أن يقلونه بهذه الطريقة حتى لا يحترق. بعد ما قمنا بعملية قلي الباذنجان أعزائي المشاهدين يكون بهذه الطريقة. إن شاء الله في خلال شهر رمضان المبارك نقدم لكم ألذ الأكلات الموصلية منها الكبة والعروق. خلي هاي وجبة اللوخ. هسه نبدي بعملية قلي الجزر. 2 لتر من الماء. طبعا يكون التقشير بهذه الطريقة وعملية الغسل تكون جيدة. طبعا انا احكي مصلاوي لانه تنور الحدباء مصلاوي. نقوم بتقليب الباذنجان بهذه الطريقه. اتمنى من خواتي ربات البيوت يقلن الباذنجان بهذه الطريقة. لبين ما يكمل عندنا طبق حسين الشيخ، نستعين بالشيف أبو عبد الرحمن بتحضير نوعية من المقبلات. رمضان كريم علينا وعليكم. إن شاء الله اليوم راح نقدم لكم مقبلات سلطة زيتونية وإن شاء الله راح تعجبكم. عندنا 200 غرام من الكاتشب البارد زائد 200 غرام زيتون أسود شرايح، فهو هو المقطع بدون نواة، وزيتون أخضر شرايح، وزائدا حمص حب وزائدا حمص حب مسلوق. وللعلم هذا زيتون موجود حاليا في الاسواق. ثم نقوم بوضع الزيتون الاسود المقطع
ثم نقوم بوضع الزيتون الأخضر، ثم نقوم بوضع الحمص المسلوق اللي هو حب، ثم نقوم بوضع البقدونس بس يكون مغسول بطريقة جيدة، ثم نقوم بوضع الكاتشب البارد، ثم نقوم برشة من الفلفل الحار، ثم نقوم برشة من الكمون، ثم نخلطها جيدا. إن شاء الله تعجبكم إن شاء الله هاي المقبلات مع الشيف أبو عبد الرحمن. إن شاء الله خلال شهر رمضان إن شاء الله نقدم لكم أطيب وأرق المقبلات في مطعم حسين الشيخ وفي برنامج تنور الحدباء. إن شاء الله تجهز لنا إن شاء الله خلال شهر رمضان شهر رمضان إن شاء الله نجهز لكم أرقى وطيب المقبلات وعليكم بالصحة والعافية وخاصة في مطعم حسين الشيخ وبرنامج تنور الحدباء. بعد ما قمنا بمزج المواد ثم نفرغها في وعاء نظيف، وتيد المقبلات إن شاء الله وجبة أساسية للصائم. وإن شاء الله خلال شهر رمضان إن شاء الله راح تشوفون الأحسن والمقبلات المتنوعة من الشرقي والغربي إن شاء الله. طبعا نشكر الشيف علي على تحضير هذا الطبق اللي هو الزيتونية. نرجع إلى طبق حسين الشيخ، طبعا نشخر من الزيت بهذه الطريقة. أعزائي المشاهدين نبدأ، طبعا الجزر يكون عندنا عملية السلق من ربع ساعة إلى نص ساعة بحيث يكون عندنا لين، الجزر يكون لين. هسه نبدأ بعملية تحضير طبق حسين الشيخ من برنامج تنور الحدباء. طبعا يكون الباذنجان بهذه الطريقة. يكون الترتيب ماله بصورة جيدة. تحضير الجزر يكون بهذه الطريقة. أعزائي المشاهدين تصفير بصورة جيدة. طبعا هذه طبق حسين الشيخ أكلة غريبة ولكن هي لذيذة جدا. طبعا يعني هي أكلة موصلية وابتكرناها في مطعم حسين الشيخ.
يكون الترتيب بهذا الشكل. أعزائي المشاهدين، نبدأ بتحضير التمام برياني. أعزائي المشاهدين، لازم ندوسه بهذه الطريقة بحيث ما تتفلش عندنا. ناخذ قليل من حبل الظهر مثل ما حكينا عليه قبل شوية، هو من أجود اللحوم وأرق اللحوم وسريع الاستواء. مثل ما قلنا قبل شوية لازم ندوسه بهذه الطريقة حتى ما يتفلش عندنا. أعزائي المشاهدين، ثم نضع العجين نرجع نقصه بهذه الطريقة. هسه طبق حسين الشيخ كامل إن شاء الله، خليه بالفرن لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق. أعزائي المشاهدين، بعد ما قمنا بشوي الطبق، طبعا يكون التفريق بهذه الطريقة. تكون عملية التفريق جيدة. نقوم بتزيين الطبق بهذه الطريقة. لاحظوا أعزائي المشاهدين، ليمون شرائح وطماطة. طبعا أعزائي المشاهدين، يكون الأكل بصورة عامة يعني أن يكون الجمالية بالنظر. شوف، هسه هذا جهز عندنا طبق حسين الشيخ. إلى اللقاء في حلقة قادمة وطبق جديد في برنامج تنور الحدباء.